بيسموها الجنرال لو اوف لينز، القانون العام للعدسات. القانون بيقول لك ايه؟ القانون بيقول لك ان واحد على اس داش بيساوي واحد على اف زائد واحد على اس، وساعات الاس داش دي بيسموها ال داش، وساعات الاس دي بيسموها مين ال دي، واف دي والفوكالينز. طب تعالى نفهم ايه الكلام ده الاول، مين اس داش ومين اف ومين اس. اولا التجربه بتاعتنا ده عندي جزء دي عدسة، دي سكرين، السكرين اللي بتحرك فيها كده لغايه ما بستقبل صورة الجسم. أول ما بستقبل صورة الجسم أوضح حاجة، فدي بيسموها الإيمج اللي هي الصورة. المسافة من الأوبجيكت اللي هو الجسم لغاية اللينس هي دي اللي بيسموها إس أو إل. والمسافة من اللينس للإيمج من العدسة للصورة هي دي اللي بيسموها إس داش أو ال داش. طب مين اف دي؟ اف دي الفوكال لينس اللي شرحت في الجزء الاولاني، اللي هو بيقول لك لو انا عندي عدسه بالمنظر ده والاشعه نازله عليها بارلل، الاشعه نازله متوازيه، يعني ايه بارلل؟ يعني اللمبه او المصدر المضيء بعيد قوي موجود في انفينيتي، فالاشعه هتتجمع فين؟ في نقطه. مكان تجمع الاشعه دي بيسموها الفوكس، المسافه من الفوكس لللينس هي دي بيسموها الفوكال لينس او البعد البعدي. طب سؤال، نرجع تاني بقى في التجربه بتاعتنا، احنا اتفقنا المسافه من الاوبجكت لللينس، المسافه من الجسم للعدسه هي دي بيسموها اس او ال، والمسافه من هنا لهنا سميناها منها اس داش او ال داش. طب حد يرد عليا ليه ما سميناش المسافه دي الفوكال لينس؟ ليه ما سميناش البعد البؤري؟ علشان الجسم بتاعك قريب فالاشعه مش متوازيه، لكن لو الجسم بتاعك ده موجود في انفينيتي بعيد قوي، لو اللمبه ديت بعيده قوي فهتبقى الاشعه نازله متوازيه، فالمسافه ديت ساعتها هنسميها مين؟ اف اللي هو الفوكال لينس. يبقى معنى الكلام دوت ان المسافه دي دايما بيسموها اس داش، دايما المسافه دي بيسموها اس داش. امتى الاس داش دي تبقى اف؟ امتى يكون البعد بؤري؟ لما يكون الجسم بتاعك ده موجود فين؟ في ما لا نهايه. بص من الكلام ده يطلع صح مظبوط، لو الجسم بتاعك ده موجود في انفينيتي، لو الجسم موجود في انفينيتي هيبقى بعد الجسم على عدسه بكام؟ ما لا نهايه. فلما تيجي تحط الاس بما لا نهايه، لما تحط هنا الاس بما لا نهايه، فلما تحط الاس بما لا نهايه هيبقى عندك واحد على ما لا نهايه بكام؟ بصفر. فيطلع ان واحد على اس داش بيساوي واحد على اف، يعني الاف هتساوي اس داش. يبقى امتى البعد البؤري تساوي اس داش؟ البعد البؤري يساوي اس داش لو الجسم بتاعك ده موجود فين؟ في ما لا نهايه، هي الاشعه متوازيه. تعال نرجع بقى للتجربه بتاعتنا. الخلاصه المسافه دي هي اللي بيسموها اس، بعد الجسم على العدسه، المسافه من العدسه لمكان تجمع الصوره، مكان تجمع الصوره للايمج دي بيسموها اس داش، والبعد البؤري احنا عارفينه. ايه المطلوب من التجربه دي؟ ساعات بتطلب منك حاجتين، ساعات بيكون البعد البؤري ده مجهول ويقول لك هاته عينه، وساعات بيكون البعد البؤري موجود وبيقول لك حقق القانون ده، يعني شوف القانون ده صح ولا غلط. تعال نعمل الاثنين بسرعه. تعال ناخد الجزئيه الاولانيه اللي انا بحقق القانون ده، يعني ايه بحققه؟ يعني عايز اشوف هل فعلا واحد على الاس داش بيساوي واحد على اف زائد واحد على الاس ولا لا؟ كل انت بتعمله بنعمل جدول بالمنظر ده، والجدول ده كل مره هتغير في الاس، وكل مرة هتجيب مين؟ اس داش. وفي كل مرة هتحسب واحد على اس داش، وفي كل مرة هتحسب منها واحد على اف زائد واحد على اس. وتقارن هل الواحد على اس داش قد واحد على اف زائد واحد على اس ولا لو قد بعض يبقى انت شغال صح والقانون مظبوط. لو مش قد بعض يبقى انت شغال غلط، عشان لازم القانون يكون ايه؟ يكون مظبوط. طب بغير في اس ازاي؟ بص، اس بعد الجسم، بعد الجسم على العدسة المسافة دي هو بيدلك في امتحان. طب لو انا ما اديتهالكش بعملها ازاي؟ اول حاجه بتشوف الفوكال لينس بكام؟ فهتلاقي الفوكال لينس مكتوب عليه 200 ملم، 200 ملم يعني 200 ملم اهي، ده الفوكال لينس يعني 20 سم تقريبا. طيب لما يكون الفوكال لينس ب 20 سم فانت ظبط اس، ال 20 سم ديت ضعفها كام؟ 40. يبقى انت هتظبط، يبقى انا عندي الفوكال لينس ب 20 وضعفها كام؟ 40. فانت هتظبط قرايتين من بين الفوكال لينس وضعفها قرايتين، وهتظبط قرايه عند الضعف اللي هو ال 40 وقرايتين بعد ال 40، يعني مثلا هتخلي مثلا واحده مثلا هتخلي الاس ب 25 سم، وهتخلي الاس مثلا ب 35 سم مثلا، وبعد كده واحده بال 40، وبعد كده 50 مثلا و 60 سم مثلا. تمام؟ بس خلي بالك من حاجه، الاس ديت دايما بتتحط بالايه؟ بالماينس. الاس ديت بتتحط بالايه؟ بالماينس. طب ليه بتتحط بالماينس؟ تعال نشوف ليه بتتحط بالماينس. في قاعده بيقول لك الاتي، قاعدة بتقول لك الحاجة اللي بتقاس مع أشعة الضوء بالموجب، حاجة بتقاس مع أشعة الضوء بالموجب
والحاجه اللي هتقاس عكس اشعه الضوء بالنيجاتيف، وبدايه القياس هو اللينس هو العدسه. فادي اشعه الضوء ماشيه في هذا الاتجاه، ده اتجاه اشعه الضوء، بدايه القياس هو العدسه. فهو فين عشان اوصل للجسم؟ بمشي زي بمشي كده مع الاشعه والعكس الاشعه، عكس اشعه الضوء. فعشان كده بنسمه الاس دي بتتقاس بالايه؟ بالماينس. طب انا واقف هنا عايز اوصل للصوره، عشان اوصل للصوره همشي زي همشي كده مع اشعه الضوء العكسها، مع اشعه الضوء. فعشان كده بيسموا الاس داش دي بالموجب. خلاصه الكلام الحاجات دي مش هتسال فيها في العملي، دي ممكن تسال فيها في النظري، لكن في العملي طب انت عارف دايما الاس بالايه؟ بالماينس، والاس داش دي بالايه؟ بالبوزيتيف. وخلي بالك اس دي وحدتها سنتيمتر، واس داش وحدتها ايه؟ برده ايه؟ سنتيمتر. تعال نظبط الارقام دي. 25 سم دي بظبطها ازاي؟ 25 سم انا هنا الجسم بتاعك موجود في الاول اهو، بحركه واظبط على المسار دي 25 سم. 25 سم تقريبا هنا 25 سم. طيب بعد ما ظبطت خلاص المسافه دي، وخلي بالك انت حر، يعني ايه حر؟ مش لازم اثبت دي وحرك دي، انت اهم حاجه اظبط لي المسافه دي 25 سم. حرك ده حرك ده، اعمل اللي انت تعمله، اتعامل، شغل مخك، عشان ممكن التجهيز بيبقى مختلف في اجهزه مختلفه. مين اس؟ اس المسافه من الجسم للعدسه. وعايز اقول لك على حاجه، ساعات الجسم واللمبه بيبقوا منفصلين مع بعض، يعني الجسم لوحده واللمبه وراه. المسافه من اللمبه للجسم ما تهمنيش، المسافه من اللمبه للجسم ما تهمنيش، عشان بص حتى في التجربه دي حاطينهم على بعض. انا يهمني المسافه من اول الجسم لغايه العدسه. تمام؟ فالمسافه من الجسم للعدسه احنا ظبطناها خلاص على 25 سم. الصوره مش واضحه. فهتبدا تحرك، هتحرك في دي. هتحرك لغايه ما الصوره تبدا ايه؟ توضح. خلاص كده راحت، بص كده الصوره راحت كده. اوضح حاجه، هي بتبقى عمليه ايه؟ نسبيه. تقريبا دي كده ايه؟ اوضح حاجه. اول ما توصل دي اوضح حاجه، دي بيسمى الصوره. هتاخد الرقم ده كام؟ شوف الرقم ده كام؟ وشوف الرقم ده كام؟ واطرح الرقمين دول من ايه؟ من بعض. انا كده جبت مين؟ اس داش. انا كده جبت مين؟ اس داش. لو بعد الصوره عن الجسم انا كده جبت اس داش خلاص. وتبقى بالايه؟ بالموجب. طيب عايز اخلي الاس ب 35 سم. تعالى نخليه ب 35 سم. هخلي دي هنا اهو واظبطها على 35 سم وتظبط هنا مثلا. خلاص. طب ليه ده؟ عشان هي دي واقفه عند الصفر، يعني دي واقفه عند الصفر. طالما دي واقفه عند الصفر يبقى 35 سم كده. خلاص بقى اظبطها ل 35 سم. هبدا احرك في دي لغايه ما الصوره تبقى واضحه. وهي عمليه نسبيه، يعني واحد يقول انا شايف دي اوضح حاجه، واحد يقول انا شايف دي اوضح حاجه، هي نسبيه، اوضح حاجه بالنسبه لك. خلاص دي تقريبا كده ايه؟ اوضح حاجه. تاخد الرقم ده كام والرقم ده كام وترحم من بعض، انا كده جبت ايه؟ اس داش عندي. وهكذا كل مره تغير. طب سؤال، عشان اغير في المسافه اس لازم اغير في دي؟ لا، انت ممكن تثبت دي وتحرك دي. اتعامل، شغل مخك، اهم حاجه اس المسافه من هنا. من الجسم، عشان لو اللمبه وراها فمالكش دعوه من اللمبه، ليه دعوه من ايه؟ من الجسم للعدسه. هي دي اس. وحرك في السكين لغايه ما استقبل مين؟ اس داش. خلاص انا كده جبت الاس داش كل مره. بعد ما جبت الاس داش تيجي بقى تحسب واحد على الاس داش، تاخد الرقم ده تقلبه. تاخد ده تقلبه، اجيب واحد على الاس داش. واعتبر الوحده بتاعتك ايه؟ سنتيمتر ماينس 1. وتحسب واحد على الاف زائد واحد على الاس. طب لو سمحت ازاي اسيب واحد على الاف واحد على الاس؟ الاف عندك البعد البؤري عندك ب 20 سنتيمتر، واعوض على الاس بالماينس، احسب الرقم ده. كل مره بحسبه باخد الاس دي بعوض الاس، والاف اللي عندك 20 سنتي. خلاص عملت الكلام ده كله. طب واحد يقول لو سمحت وانا اشتغل بالسنتي ولا بالمتر؟ هو مش هتفرق، لو انت كتبت سنتي خلاص. طب لو حولت خلاص اكتب هنا متر، بس هتكتب كل رقم في 10 سالب كام؟ 2، فتكتب هنا في 10 سالب 2، هنا في 10 سالب 2. تمام؟ هتراكم الارقام دي، المفروض الرقم ده والرقم ده يطلعوا زي ايه؟ زي بعض. اول ما تلاقي الارقام دي زي بعض يبقى انت كده شغال ايه؟ مظبوط، مفيش مشكله خالص، يبقى كده القانون بتاعك ايه؟ مظبوط، والحل بتاعك صح. طب ساعات بيطلب منك الماجنيفيكيشن او التكبير. التكبير بيتجاب ازاي؟ قال لك الماجنيفيكيشن ده عباره عن اس داش على اس، اس داش على اس. طيب الاس دايما نيجاتيف والاس داش ايه؟ بوزيتيف، فالماجنيفيكيشن ده دايما بيطلع ايه؟ نيجاتيف. ركز في الكلام ده شويه. يعني ايه الماجنيفيكيشن نيجاتيف؟ انا عندي الماجنيفيكيشن اللي هو التكبير ممكن يطلع بوزيتيف وممكن يطلع نيجاتيف. احنا في التجربه بتاعتنا دي دايما، في التجربه بتاعتنا دي دايما هيطلع نيجاتيف. ايه معنى نيجاتيف؟ النيجاتيف معناه ان الصوره بتبقى ريال وانفيرتد. يعني ايه ريال وانفيرتد؟ ريال يعني حقيقيه، وانفيرتد يعني مقلوبه. بص لو انا بصيت هنا
السهم بتاعك اتجاه فين؟ السهم بتاعك اتجاه لفوق. لو انا بصيت هتلاقي السهم بتاعك اتجاه لفوق. بص هنا، بص هنا هتلاقي السهم بتاعك اتجاه فين؟ السهم بتاعك اتجاه فين؟ السهم بتاعك اتجاه فين؟ لتحت. فعشان كده بيسموها ايه؟ انفرتد، مقلوبه يعني. وريل يعني ايه ريل؟ يعني حقيقي، يعني حقيقي يعني بستقبلها على سكرين، بستقبلها على ايه؟ سكرين. طب لو التكبير طلع بالبوزيتيف دي بيسموها ايه؟ يعني ايه بوزيتيف؟ البوزيتيف يعني فيرتشوال، يعني مش تبقى موجوده هنا. فيرتشوال يعني ايه؟ يعني تقديريه. يعني ايه تقديريه؟ يعني بشوفها بس ما بستقبلهاش على الحقيقي. زي ايه كده؟ زي لما اقف قدام المرايه. لما تقف قدام المرايه بتلاقي صورتك جوه المرايه. طب هو جوه المرايه، جوه المرايه في حائل، في سكرين؟ لا مفيش سكرين. فبيسموها فيرتشوال. يعني ايه فيرتشوال؟ يعني تقديريه. يعني ايه تقديريه؟ يعني شايفها بس ما بستقبلهاش على الحقيقي. مثال تاني، لما تحط معلقه جوه كوبايه الميه، اول ما تحط المعلقه جوه كوبايه الميه بتلاقي المعلقه مالها؟ مكسوره. لا هي مش مكسوره، دي الكسره اللي انت شايفها دي هي الصوره، دي الايمج. طب سؤال، جوه الميه في سكرينه؟ في حائل؟ لا. فبيسموها فيرتشوال. يعني ايه فيرتشوال؟ يعني تقديريه. وبتلاقي الصوره والجسم في نفس الاتجاه، يعني الجسم لتحت والصوره لتحت، فاهم ازاي؟ فالاثنين بيبقوا في نفس الاتجاه. المهم انت الكلام ده هيفيدك شويه في المسائل اللي بتيجي في الامتحان. طب انا عايز اعرف بقى الصوره مكبره ولا مصغره، يعني الصوره دي كبيره ولا مصغره. بص، ببص على الماجنيفيكيشن من غير الاشاره. بص على الماجنيفيكيشن من غير الاشاره. لو الماجنيفيكيشن من غير اشاره ده اكبر من واحد، فبيبقى الصوره دي ايه؟ مكبره. طب لو الماجنيفيكيشن من غير اشاره اصغر من واحد، يبقى الصوره دي ايه؟ مصغره. طب لو الماجنيفيكيشن بيساوي واحد، فدي بيبقى في الحاله ديت الصوره قد الايه؟ قد الجسم. طب يعني مثلا لو انا الماجنيفيكيشن طلع بماينس 2، ماينس 2 دي الصوره مكبره ولا مصغره؟ لا خلي بالك ما تقوليش مصغره، لا انا ماليش دعوه بالماينس. الماينس ده معناه ان الصوره ريال وانفرتد، حقيقيه ومقلوبه. لكن الاثنين دي في حد ذاتها مالها؟ الاثنين دي اكبر من واحد، فدي بيسموها صوره مكبره. طب ماينس 3 مكبره. طب نص، لا نص دي مصغره. طب ربع، ربع دي مصغره. طب ماينس ربع برضو دي مصغره. ماليش دعوه بالاشاره، الاشاره ديت اللي هي بتقول لك حقيقيه ولا تقديريه. والحقيقيه، الحقيقيه دايما بتبقى مقلوبه، والتقديريه دايما بتبقى مالها؟ معتدله. طيب الكلام ده مش خاطر برضو المسائل. طب ساعات في الامتحان بيطلب منك ان الفوكاليتس دي مش معروفه، وساعات في الامتحان بيقول لك هات لي الفوكاليتس. ساعتها بيعمل ايه؟ ركز بقى معايا في الكلام. ساعتها هيقول لك ايه؟ يديك الاس، هيديك الاس، يديك كذا رقم. هو هيدول لك بالبوست، انت تحطهم بالايه؟ بالنيجاتيف. انت هتعمل جدول كده، هتكتب هنا اس ومتر، وهنا اس داش، والوحده بتاعتي ايه؟ متر. هتاخد الارقام اللي هو ادالك ديت تحطها هنا، بس حطها بالايه؟ بالماينس. ودي هيكون هو مدالك بالسنتي، وانا كاتب هنا متر، فهكتب هنا في 10 وسالب 2. واجي قام جاي اخد الارقام دي مظبطها، اظبط الاس واجيب اس داش، اظبط الاس واجيب اس داش، خلاص قام جاي حاطط هنا. والارقام دي كلها هتكون بالايه؟ بالبوزيتيف. ودي بالسنتي، تبقى بالسنتي، بس انت كاتب لك ان كام؟ في 10 سالب 2. بعد كده تجيب واحد على اس، واحد على الاس داش، واحد على الاس. طب الوحده بتاعتها متر ماينس 1، وهنا متر ماينس 1. لما تقلب 10 سالب 2 دي، لما اقلبها تبقى في 10 اس 2، ولما اقلب 10 سالب 2 تبقى في 10 اس 2. هاخد الرقم ده اقلبه، ده اقلبه، 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 نفس الكلام. بص ال 10 اس 2 دي يفضل تدخلها هنا. ليه؟ هتلاقي رقم هنا مثلا 3 من 100، هنا مثلا 4 من 100، 6 من 100، 7 من 100. اني الافضل تسيبها 3 من 100 في 10 اس 2، ولا تدخل 10 اس 2 تبقى بدل تكتبها كده تشيل دي وتكتبها 3 4 6 7، نفس الكلام هنا. فهتدخل 10 اس 2 دي هنا تبقى ارقام كده. بعد ما عملت الكلام دوت، تيجي في فايله الرسم الباين دي، تيجي في فايله الرسم دي. طب جاي اعمل ايه؟ بص ركز بقى معايا، تعالى نشرحها فهم، وبعد كده اقول لك الخلاصه. الفهم هتيجي، انا عندي قانون بيقول لك ان 1 على اس داش بيساوي 1 على اف زائد 1 على اس. فتيجي ترسم علاقه ما بين 1 على اس و1 على اس داش. طيب انا اعملها بالمنظر ده، عشان اس بالماينس، ف1 على اس تبقى بالماينس. هتيجي و1 على اس داش بالايه؟ 1 على اس داش بالايه؟ بالموجب. الارقام دي بالموجب، يعني دي كلها تبقى بالماينس، و1 على اس داش بالموجب. هتعمل ودي هنا متر ماينس 1، ما تنساش الحاجات دي بتنقص في الامتحان، وهنا متر ماينس 1. تيجي تحط النقط بتاعتك، تطلع النقط بالمنظر، ترسم خط، هتطلع لك خط مستقيم، ترسمه، توسطنه، توصل النقط، وبعد كده تمد الخط على استقامته. هيقطع هنا في نقطة ونقطة هنا في نقطة. دي ودي، دي ماينس 1 على اف، ودي 1 على اف. جت منين الكلام ده؟ تعال نشوف جت منين، جت من المعادلة.
النقطه ديت معناها، النقطه دي معناها ان 1 على الاس داش بقت بصفر. النقطه دي معناها ان 1 على الاس داش بصفر. فلما بحط 1 على الاس داش بصفر فيطلع ان قيمه 1 على الاس بيسمينا ماينس 1 على الاف. يبقى دي معناها ماينس 1 على الاف. طيب عرفت منين دي 1 على الاف؟ النقطه دي معناها ان 1 على اس بقت بكام؟ بزيرو. فلما تحط 1 على الاس بزيرو فيطلع لك ان 1 على الاس داش هي مين؟ 1 على الاف. ده الفهم. الخلاصه بقى في الامتحان، بص في الامتحان انا مش هعمل كده، ده الفهم. الخلاصه في الامتحان انا هاجي من المحاور كده واركز في الكلام اللي انا هقوله ده. تعمل الحوار بالمنظر ده، تكتب لي هنا 1 على اس والوحده بتاعتك متر ماينس 1، وتكتب لي هنا 1 على اس داش والوحده بتاعتك ايه؟ متر ماينس 1، وتحط لي ارقام بالموجب عادي. حط لي يعني انت مالكش دعوه بالاشارات، حط لي بالموجب وتحط لي ارقام بالموجب عادي وتحط النقط. بعد ما تحط النقط تمد الخط ده على استقامته لغايه ما يقطع هنا، وتمد على استقامته لغايه ما يقطع هنا اهوت. اول ما يقطع هنا ويقطع هنا الرقم ده تاخده من عبس، هو ده 1 على الاف، والرقم ده هو 1 على الاف، والمفروض الرقمين دول يطلعوا زي ايه؟ زي بعض. تقلب الرقم ده، انا كده جبت الفوكال لينس، تقلب الرقم ده انا كده جبت الفوكال لينس، انا كده جبت الفوكال لينس كام مره؟ مرتين، والمفروض الرقمين يطلعوا زي بعض عشان انت مستخدم نفس العدسه، وتجيب الافريج. الافريج اللي هو مجموعهم على 2. صعب الكلام ده؟ طب غلطه دايما الطلبه بتقع فيها وهي بتعمل سكيل، بتبص على 1 على الاس تشوف اكبر رقم كام؟ لو 7 وتخيل السبعة في الاخر، ونفس الكلام 1 على الاس داش اكبر رقم تعمله. يجي يحط الرسمه بتاعته تلاقي الرسمه مش عايزه تقطع. ليه؟ عشان هو المفروض بيمد الخط على استقامته. طب انا بعمل سكيل بعمل ايه؟ انا حاول السكيل بصغره شويه. بص انت في الامتحان التجربه دي بيبقى الفوكالنس معروف، فانت شوف الفوكالنس بكام؟ مثلا الفوكالنس ب 20 سم. يبقى 1 على الاف، 1 على الاف كام؟ يبقى 1 على 20 في 10 سالب 2 يطلع 5. 1 على 20 في 10 سالب 2 يطلع 5. يبقى انت وانت بتعمل سكيل تراعي ان اكبر رقم عندك اللي هو الخمسه دي يكون موجود على الرسمه، ويكون في مسافه صغيره عشان لو خط هيقطع بعديها. نفس الكلام وانت بتعمل هنا، وانت بتعمل سكيل تراعي ان الرقم ده يبقى 5 هنا عشان هيقطع بعديها هنا. يعني ما يكونش، ما تعملش السكيل على اكبر ارقام هنا، عشان لو عملت على اكبر ارقام هنا مش هيكفي معاك الرسمه. طب بعمله ازاي؟ بشوف الفوكال لينس بكام واقلبه يطلع رقم. الرقم ده احاول اخليه موجود على الرسم، ويكون مش في الاخر قوي كمان، يعني تسيبه حته صغيره عشان ممكن يقطع بعديه بشويه. ونفس الكلام، تمام كده؟